وبالعودة إلى الدراسة البريطانية حول لقاح فايزر، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من ووهان الصينية دكتور علي البعري، أستاذ الأمراض الصدرية. دكتور علي، أهلا بحضرتك معنا. تعقيب حضرتك على هذه الدراسة البريطانية اللي بتشير إلى أنه جرعة واحدة من لقاح فايزر هي قادرة على ضعف انتقال العدوى. أولا أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. الصراحة أنا اطلعت على الدراسة مؤخرا التي نشرت من بريطانيا بالنسبة للقاح أسترازينيكا ولقاح فايزر أيضا. طبعا هو اللقاح عند تم تطويره هو صمم بجرعتين ليعطي مناعة فوق 80% وبعدها وصل إلى 95%. أعتقد أنه الآن هي بدأت الدراسة أشارت بأنه عملوا تجارب على من لقحوا بهذا اللقاح، وهناك آراء متباينة حول الموضوع بالنسبة لنتائج هذه الدراسة، حيث يعني بعض الدراسات قامت من استوكلندا أيضا وأشارت بأنه هناك 19,000 من ما تلقوا لقاح فايزر يعني كونت لديهم المناعة بنسبة تقريبا 70% منهم. ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه، الدراسة لم تبين المدة التي قد يعني تبقى هذه الحماية الفعالة العالية في أجسام من تطعم لهم. بعض يعني الشكوك هناك بأنه ممكن أن تكون إلى 4 أسابيع إلى 5 أسابيع وممكن أن تبدأ بالانخفاض، فبالتالي لسه من المبكر أن نجزم بأنه جرعة واحدة تكفي أو طيب. لا تكفي إذن لقاح فايزر أو أسترازينيكا. إذن ما زالت بعض المعلومات مفقودة بشأن يعني نتيجة هذه الدراسة. أنتقل مع حضرتك للجزئية الأخرى المتعلقة بفايزر أيضا، وهي مسألة أنه من الممكن تخزينه مدة تصل إلى أسبوعين داخل مبردات الصيدليات، ربما هذا يعزز أو يعطي ميزة إضافية للقاح، طبعا نتيجة أنه معظم اللقاحات بتحتاج إلى درجة حرارة منخفضة للغاية. نعم، هو بالنسبة للقاح فايزر هو أصلا بالبداية كان يتوجب عليه أنه درجة 70 تحت الصفر. نعم. ولكن كلما زادت أو قلت هذه الحرارة، خلينا نقول كلما صارت يعني 20 تحت الصفر، فالمدة مدة تخزينه يعني تقل بعدد الأيام. هذه الشركة يمكن أن تحددها بسبب المواد التي يعني وضعتها في تصنيع أو تطوير هذا النوع من اللقاح. طيب أخيرا دكتور علي، هذه الحركة وهذه الدراسات المتعلقة بكل أنواع اللقاحات ليس فقط فايزر، نعم، كيف تقيمها حتى الآن، وإلى أي درجة بتساهم في رأي حضرتك في تقليل العدوى الفعلية لفيروس كورونا؟ اللقاح يعني بشكل عام بغض النظر عن تقنيته هو أصبح أمر مفروض علينا جميعا وعلى الدول يعني بالتحقق من أمانة وسلامة اللقاحات وإعطائها للمواطنين بأسرع وقت ممكن حتى نقضي على سلسلة انتشار هذا الفيروس. اللقاحات الآن جميعها الموجودة هي تعطي مناعة للفيروس حتى من المتحورات الجديدة، ولكن بنسب ممكن أن تكون أقل من المعلن عنها في نتائج التجارب السريرية المرحلة الثالثة. فبالتالي إحنا الآن أمام وباء ما زال ينتشر ويفتك في البشرية، يجب علينا اتخاذ إجراءات من تلقيح الشعب بالتزامن مع وضع الكمامة واتباع أسلوب التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية. شكرا جزيلا دكتور علي الوعري، أستاذ الأمراض الصدرية من ووهان الصينية.